السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحلقة رقم 139 لكفاء الله 136، معركة مؤتة دي بجماد الأولى سنة 8 هجرية العبدة. لا معركة الله هتاء وسرية ذات السلاسل حتى كفالة بنداياته بإذن الله عز وجل، وهتا بالمي لسبب دنايا النبي صلى الله عليه وسلم ديبا أمارا وديبا ملوك بدير كتاب رسول لأغلوك ديبا معلا وقال لهم ديب مؤتة لهم ديب الشام لكم صلى الله كذبهم قال له رسولنا النبي صلى الله عليه وسلم أغلوك قتلوا ولا قتلوا شرح حبيب بن عمرو قصانيته قال مين اللي النبي صلى الله عليه وسلم لأكيو حارس بن عمير تولى موتى وبالأوك لأكيو ودوم يعني إلا إعلان حالة حرب ده قال مين لأوك ورسمي إنسان البسارة لما تيجي لتقتل. النبي صلى الله عليه وسلم جيس جهز كمسال ما من أمرت منا عقبالا ومرت توادي مدينة وكل شيء، ولديش اللي بقوام نايو 3000 جندي على ورقة إلا نايو زيد بني حارس على وزيد موتى من قبي جعفر بن أبي طالب أقول لك بقى جعفر بن طالب موتى من قبي عبد الله بن رواح أقول لك بقى لهم 3 قيادات على ولواء عقد لهم لواء الأعضاء لواء عقد على ولناس أيو زيد بن حارس على. النبي صلى الله عليه وسلم وصيت وصى يوم بغير يوم لمقتل كان ل الحارث بن عمير لما تديبا بكم سمطاكم دي دعوهم دي الاسلام دعوهم ابوكم من قبل قاتلوا من قاتلوا بسم الله قاتلوا بسبيل دي سبيل الله بنبيكم قاتلوا رب لك كفر قاتلوا يتقدروا بهم غلو يتيدوا عن ساعتي تقدروا السيوش يتقتلوا الناس عبي خالص حتى لي ودري قتلوا يتقتلوا انسان دي بسوا معتو دي بكنيشة تو دي بكا مع عبادو لحلا عندما نحكم ولي تقتلوا نخيل ايش اي تبكال ثمار لو دي با يتقعاتو وي اي تقعاتو وبنوي هلا وحاجات المسارع لو دي با مفاعت لو دي با يتهدموا بيدي من النبي صلى الله عليه وسلم قل لي يعني حتى كاين بنا كفار تحدي ورأس تحدي وعنوان تحدي ودرس تحدي بالمية أدب النبي صلى الله عليه وسلم دي بعدل ودي بحق قالت دعوتنا إسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ديش شارح يوسف سنية الوداع من مدينة شبيه مزافة قريب بر الحوض كاين دي بس كلها كان لا صارح يوم النبي صلى الله عليه وسلم وودع يوم ولديش يعني يسك مع معان قبل حركة جنوب الأردن لا كان لا حرق الله على ديبا 100,000 لديشنا يا مشركين علو ومنهم من عرب كمان 100,000 عندما موضبهم كده 100,000 لديشنا يا مشركين ونايا مسلمين 3,000 جندي على مقابل كده 100,000 ونخبر كمسا سمعوا أصحاب رضوان الله عليهم شاوروا في نجيهم وبيلوا يا أخي حنا دي رسول الله صلى الله عليه وسلم نلقاك كلهم سبك لهم إنتم يتوسقوا الروم لهم جماعة حرقل والعرب تحاوروا باكم كلهم كلهم مصر كلهم يتقبقوا دبيلو دي لأنه يسعى سلم نكتب وما در نطلب منه حول ما سعر نطلب من تهالو. لكن عبد الله ابن رواحة شجع يوم يوم والله لا تكرروا عليكم نقل الفقركم تا وانتم لا تكرروا لتأبوا عليكم شهادة وانتم جلابا فاقرام انتم احنا جلاب اللي فاقرام احنا وحنا بعدد ينقاتلني هنا الذين بقول نقاتل بدحي ينقاتلني هنا الذين بنقاتل رب الأكرمين أبو وهنا قدمينا كريت خلاص أنا حتى أو نصرت أو شعرت إحدى الحسنيات بيلهم أو نصرت أو شعرت بيلهم وأنا من قبل دي سبيلة شعرت وأنت صرنا من قبل يعني نصر وعطنا ربي بيلهم وكلهم بيلو صدق ابن رواحة يعني لقيوا أمان تبيلو طوالي إلا ذي يا ديشو مستعداد ودو وتعبيات ودو ورتبوا حيث حماس شجعوا تمام ده تعب عند تعبيات ودو
دي موتة لكان معركة دي بعد كرروا تكانوا تهيئوا القتال خلاص. ومعركة أستبديت معركة عنيفة جدا وعجيبة دي بتاريخ البشر كله، 3000 مقابل كده 100000 لا 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 يحصل التوريد ده قمت ده جيش حرام رام والمجاهدين سامدين سابرين مقابل له كله اللي هم بصلاحهم اللي هم العمال كل اللي قاتلوا له وعلو ومسي قرار قبله والمسلمين انسحاب دي ودو ويسبقوا دي يدعفوا دي استسلموا. لراية أول زيد بن حارثة ناس على كما دي بدأوا على قاتلة وقاتلة وقاتلة استقمى تبا كبدا رمح لنا يوم التليم بدا رضي الله عنه واستشهد في سبيل الله عز وجل. وقال رايت مباشرة جعفر بن أبي طالب الناس أيا وقاتل جعفر وقاتل 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 حقها بفرس نايور فرس نايور الشقراء لبع لبا عقرية وطوال قاتل استقمى ديالا ما نبتكات كديالا قلبو ترك رعايتكم زل ديالا قلبو ديالا دمانو كم زل بتكات ديالا دي قلبو رفعية لديالا دي قلبو كم زل يعني بتكات ما بق اللو بق ديالا يمكن رعايت على عن الله استقمى ميت كم زل رفع على حقوه مباشرة حقو عبد الله حقو جعفر بن أبي طالب جعفر الطيار بل السماء بل تاتا كم وتسعين ضربة التجربة قابت سعة وكم قبي الطعنات وضربت وكلها من قدم تقطعت على كله جرا كله بيكونين كلها من قدم ضربت على رضي الله عنه حقها عبد الله بن رواحة نسأيا وقاتل أبا وقاتل أبا وقاتل أبا وأقتحم بفرس جوا صفوف لفرس نايوك مع نايا قتال وقاتل قاتل سكما استشهدت عمر رضي الله عنه وثلاث قواد اللي هم النبي صلى الله عليه وسلم رشوحهم العلا اللي هم كلهم استشهدوا. حقوها طوال اللي رايات جيتو ده صحابي جليل ثابت ابن ارقم ترى حياة وقال مسلمين بقيتكم بيلهم استرحوا نفر اختياروا اتفقوا كنفر دي بتفقوا نفر لازم قاعدهم ودى بيلهم وكلهم دي بخالد بن الوليد اتفقوا ومباشرة لقيادة الجيش نايم مسلمين ولا راية الجيش نايم مسلمين خالد بن الوليد استرمايا خالد بن الوليد سيف الله المسلول سيف من سيوف الله. خالد قدم وقاتل 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 قتال منقطع نذيركم سلو يتوصف بطل الشجاع رضي الله عنه. سع سيف دي وتباعتك سع سيف كلهم دي وتباعتك بلنا قاتل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وحيما طيو أمر دي المدينة المنورة وأمر بمقتل الشهداء الثلاثة والقادة الثلاثة زيد بن ثابت وجعفر بن أبي طالب عبد الله بن رواح كلهم استشهدوا ولراية سيف من سيوف الله استلم يا خالد بن الوليد تبيل يوم صلى الله عليه وسلم. وانتهينا معركة الفريقين وركت تتجاه أقبالات وهم أقبلوا للشريك المشركين والعرب والكفار كلهم وصحابة دوان الله عليهم قرر أقبلوا وخالد بن الوليد إنسان خبير عشكري على تقولوا موفق على لديش لخطط خيارها كدمان على ود القلب أم طيوم ود القلب على ود المان طيوم قرر دي بما يودي بس قايت ودي بخدمات العرب قدم أم طيوم وقدم على ود القلب أم طيوم لا العدو هي يعني مدد ما طيوم وسديد ما أتم إمدادات ما طيوم من قرر ولديد ما أتم أمسلو كتغيير وجوه تغيير ما كانوا لكم صرح حتى ودي شوية قرر صحابي وقدم يقولوا صحابهم كتسحر أقول لهم قوام أمروا لخطط إلا حنا صرت حديث صحراء قاتل حنا وإلو مدد ما طيوم دبيلو قرر أنسحبوا وفرات قتيل ديبهم وإلا معركتنا يمقتكم سألك إن علد والروم قلبوا ومسلمين كم سألي انتصروا ولا قلبات ودي بس فمسلمين قوات كم موتوا منا مشركين دي بلا معركة من الروم الله أعلم من الناس حبت أدوان الله عليهم حسب كروتنا فرصة شهدوا توم فوزوا اللبة لا نحتيتها لا سريع ذات السلاسل برضو دي بلا وقت اللي حلت لك فعلت اللي هي يعني العرب اللي بشام العلو لمعركتنا يموتها العلو والنبي صلى الله عليه وسلم حاول يقول من الرومان يقول له في سلوم وباكم دائما اللي قد يريده يعني بحكمة دعوات اللي قدموا لهم حتى قتل حتى تجاه قيبه كعمر بن العاص يقول له 300 نفر ده قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم
و30 فرس انتهى لباكم. قلوم نتأذيبو النبي صلى الله عليه وسلم قل دعواتك اللي قدم قلوم وقل أستغلوم. وعمر بن العاص يعني أمه ابتجاه أبوه أبوته من قبيلتنا بليلة تتبهل من عرض قلوم ديبا علو وباللي نوع من أرحامه بالاستعطاف في ديبا لمولاد انت حسبه وقل أستغلوم مفتاح و يعني ناهيجيا وناهيليتا اللي كله استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم جل بعد عوض جل بعد حيدهم النوم من أبا يوم وأبوه من قبله ندرس جل بعد النوم كم سلي وجه النبي صلى الله عليه وسلم سكين جيسا فكان كم سلي بتحول تون استعداد ودو وقال حلب جهزه ونخبرنا المسلمين كلكم سلسمعوا ومن النبي صلى الله عليه وسلم لأكاديه ومدد وصديق طلبه منهم لسب أبوه وترتيب وده له بالقتال بيرى النبي صلى الله عليه وسلم 200 نفر لأكاديه من خيرة المهاجرين والأنصار من نسب بقات ومن فرسان ومن الرترو ومن نسب له يعني خيار من خيار لقبه منهم 200 نفر لأكاديه ولهم هنا أبو عبيدة بن الجراح لديهم وعمرو بن العاص يتوه لأمير العام على إمامنا ياسرات على فلقوا ضاع لهم مرة دوخ يوم وأتعب يوم ولا يعني كمسر التقوا طوالي فروا فروا من القتال وسلاسل بلد سميت يعني اللي كان ما يتم مسافات برا من إلا تجاه وادي القرى الهليت نسبة إلا كان إلا سميت السرية سرية ذات السلاسل قلمين جلا ما يولد لك الكرو دي بعلو والمسلمين بتكرو ولا سبت إلا بس سنة جمادي شهر جمادي الآخر سنة 8 هجرية حقو معركة ناي معركة مؤتة لعلت إلا ذات السلاسل النبي صلى الله عليه وسلم معركة مؤتة بدير طبعا تريد هاجينا دي بدأت دقمنا هذا تفاصيل نهاية لكن كما دي بكتاب بكتوب هلا وعربي لصار من هنا وحين عمال لا ترى استعانا وروات كات من هنا من انت القمة دلما وتفسير قبي كما ما ألف لك أكبايا انقرأ جزاكم الله خير حق حتى على قاس ويا من مرة جمع لكن أهميتها ولا اللي هاد اللي قبي كمثل تحملونا دي إن شاء الله تب الحيلات وقد سبق في ذكر المؤتة وهو معركة مؤتة جمادي الأولى سنة 8 هجرية سبق في ذكر مؤتة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم للملوك والأمراء أن شرحبيل بن عمرو القساني كان قد قتل الحارث بن عمير رضي الله عنه حامل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدي البصرة وكان ذلك بمثابة إعلان الحرب فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد عليه فجهز جيشا قوامه 3000 مقاتل وأمر عليهم زيد بن ثابت وقال إن قتل زيد جعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة وعقد اللواء الأبيض حمله زيد بن حارثة وأوساهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير فيدعوهم إلى الإسلام فإن أبوا قاتلوهم وقال اقضوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعته ولا تقطعوا نخلا ولا شجرا ولا تهدموا بناء وشيع الجيش إلى سنية الوداع ثم ودعوا فسار الجيش حتى نزل معان بجنوب الأردن فبلغهم أن هرقل نازل بمهاب في 100,000 من الروم وإن دم إليه من متنصلة العرب 100,000 فتشاوروا ليلتين هل يكتبون لذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه المدد أم يقدمون على الحرب فشجعهم ابن رواحة بأن الذي تكرهونه وهي الشهادة إنما خرجتم تطلبونه ونحن ما نقاتل بعدد ولا قوة ولا كثرة إنما نقاتل بهذا الدين الذي أكرمنا الله به وما هي إلا إحدى الحسنيين إما الظهور وإما الشهادة
فقالوا صدق والله ابن رواحة، فتقدموا ونزلوا بمؤتة وتعبأوا وتهيأوا للقتال. ودارت معركة عنيفة رهيبة وعجيبة في تاريخ البشر، 3000 مقاتل يواجهون جيشا عرمرما 200,000 ويصمدون في وجهه، وهذا الكم الهائل من المدججين بالسلاح يهجم عليهم طول النهار ويفقد كثيرا من أبنائه وأبطاله ولا ينجح في دحرهم. أخذ راية المسلمين زيد بن حارثة فقاتل وقاتل ثم قاتل وقاتل حتى شاط في رماح القوم وخر شهيدا في سبيل ربه، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فقاتل وقاتل حتى إذا أرحقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء وعقرها، ثم قاتل حتى قطعت يمينه فأخذ الراية بشماله فلم يزل رافعا لها حتى قطعت شماله، فاحتضنها بعض ضيه حتى أبقاها تخفق في جو السماء إلى أن قتل بعد أن أصابته 90 من طعنة ورمية، كل ذلك فيما أقبل من جسده. وجاءت نوبة عبد الله بن رواحة فأخذ الراية وتقدم واقتحم عن فرسه المعمعة ثم لم يزل يقاتل حتى قتل. وحتى لا تسقط الراية أخذها ثابت بن أرقم وقال للمسلمين اصطلحوا على رجل، فاصطلحوا على خالد بن الوليد، وبذلك انطلقت الراية إلى سيف من سيوف الله. وتقدم خالد بن الوليد فقاتل قتالا منقطع النذير حتى انقطعت في يده 9 سياف، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالمدينة في نفس اليوم بمقتل القواد 3 وبانتقال القيادة إلى خالد بن الوليد وسماه سيفا من سيوف الله. وبانتهاء النهار رجع الفريقان إلى مقرهما، فلما أصبحوا قير خالد رضي الله عنه ترتيب العسكر فجعل الساقة مقدمة والمقدمة ساقة والميسرة ميمنة والميمنة ميسرة، فظن العدو أن المدد قد وصل للمسلمين فداخله الرعب. وبعد مناوجة خفيفة بدأ خالد يتأخر بالمسلمين، فلم يجترئ العدو على التقدم خوفا من أن تكون خدعة، فانحاز المسلمون إلى مؤتة ومكثوا 7 أيام يناوشون العدو، ثم تحايد الفريقان وانقطع القتال لأن الروم ظنوا أن الإمدادات تتوالى على المسلمين وأنهم يكيدون بهم ليجروهم إلى الصحراء حيث لا يمكنهم التخلص، وبذلك كانت كفة المسلمين راجحة في هذه القزوة. وقتل في هذه القزوة 12 رجلا من المسلمين، أما عدد قتل العدو فلم يعرف إلا أنهم قتلوا بكثرة، لأنهم قتلوا بكثرة سريد السلاسل. ونذرا لموقف عرب الشام في معركة مؤتة، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام بعمل حكيم يكف مع نصرة الرومان والقيام بجانبهم، فأرسل إليهم عمرو بن العاص رضي الله عنه في 300 من الصحابة ومعهم 30 فارسا ليستألفهم، لأن أم أبيه كانت من قبيلة بلي إحدى قبائلهم، فإن أبوا فلينقنهم درسا على قيامهم بجانب الروم. فلما قرب منهم فلقوا أن لهم جمعا كبيرا، فاستمدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمده ب200 من سرعة المجاهدين والمهاجرين والأنصار، وعليهم أبا عبيدة بن الجراح، وكان عمرو بن العاص هو الأمير العام وإمام الصلاة، فدوخ بلاد قضاعة حتى لقي جمعا، فلما هجم عليهم فروا وتفرقوا، والسلاسل بقعة وماء وراء وادي القرى إليها نسبت هذه السرية لأن المسلمين نزلوا بها، وكان ذلك في جماد الآخرة 8 هجرية، أي بعد الشهر الذي وقعت فيه معركة مؤتة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.